يشرف القناصري محمد عبد الباسط الريادي بمدينه بن جارين. انا كنعيش في مدينه بن جارين، كاين تطوير هائل، كاين اسهام. الله يطولنا عمر ملكنا محمد واحد السعيد، الله يطولنا عمر السيد فؤاد علي هما اللي عطانا واحد السهام من مدينه الخضراء المنتزه مولاي الحسن في 2013 اللي ظهر بواحد المجهود جبار هنا بالنسبه لواحد الفنون التشكيليه. حضروا لها الساده المحترمين وحضروا لها الصحافه اللي هما دوليين. جا ثاني بالنسبه لهذه 2014 عطات واحد السهام كنعيشوا. كنت رياضي رياضي الناصري مولاي احمد عبد الباسط كتقدم لي دعوه الفاز المغربيه في ماراثون الدولي المغربي. انا راه دولي وكنشكروا هاد الناس وباقي مزيد من اللوحات. ان كنعيشوا 2014 وكنشكروا السلطه المحليه وكنشكروا الاخ الصحفي ديالنا اللي عطانا واحد الصيغه هامه. واليكم الشكر، اليكم النصر.